هنروح لتنس الطاوله، واللي حلقتنا ان شاء الله النص الثاني هيكون مع نجمنا كابتن شادي مجدي، هنتكلم معاه عن كل شيء، ولكن الخبر ده يخص تنس الطاوله. كان عندنا الدوري ابتدى، يمكن ثاني جوله لينا كانت مع اصحاب الجياد، واستطعنا ان احنا نفوز الحمد لله 3-1، والمباريات اتلعبت على صاله تنس الطاوله باهل مدينه نصر. وطبعا مثل الاهلي في الماتش ده السيد لاشين شادي مجدي ضيفنا النهارده، ومروان جمال وبيقود الجهاز الفني لتنس الطاوله بنادي الاهلي كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز والمدير الفني، ومعاه كابتن اشرف صبحي مدرب عام لفريق الرجال، وكابتن احمد عبد السلام مدرب مساعد. اما الجهاز الاداري فبيضم احمد حامد ومصطفى عبد الفتاح الاداري. طيب المباراه كانت اتلعبت امبارح بصور الكابتن اشرف فتاح المدير الفني ورئيس الجهاز، ولاعبتنا مثلهم زي ما قلنا لحضراتكم امبارح في الفريق السيد لاشين شادي مجدي مروان جمال، وفازوا الثلاثه بالمباريات كلها مع نادي اصحاب الجهاد المحترم الحقيقه اللي بنوجه له التحيه، وان شاء الله القادم افضل. ده تاني جوله لينا في الدوري المجموعات، ان شاء الله كل التوفيق لتنس الطاوله. وهنتكلم عن الدوري ونظامه مع كابتن شادي مجدي في الفقره الحواريه اللي هتبتدي بعد شويه ان شاء الله. هنروح ل ووتر بولو او كره الماء. كره الماء احنا كنا بنتكلم ودايما بنتكلم ان هي عادت تاني لمنصات التتويج والبطولات، والخبر ده بيأكد اللي احنا بنقوله والشغل المبذول. الاهلي يتوج بكأس مصر لرجال كرة الماء. الفريق الاول لكرة الماء بالنادي الاهلي فاز بلقب بطولة كأس مصر بعد ما فاز على نادي هليوبلس. نادي هليوبلس من يعني صاحب تاريخ كبير جدا بنتيجة كام؟ 8-4، نتيجة كبيرة دبل سكور. الماتش كان اتلعب الماتش كان على يعني على حمامات سباحة النادي جراند بلازا بالطريق الصحراوي. لعيبه الاهلي سيطرت على الماتش من بدايته لحد نهايته بالرغم من قوه المنافسه. خلي بالكوا ليوبليس فريق كويس قوي، فالنادي الاهلي عشان يكسب فريق زي ده لا احنا بقينا في حته ثانيه الحمد لله. ولكنهم قدروا طبعا يحافظوا على فوزهم بالماتش والكاس. الاهلي كان صعد للنهائي بعد فوزه على نادي الجزيره، يعني احنا في قبل النهائي ما كانش ماتش سهل كمان، قبل النهائي كان ماتش صعب، واسمعوا النتيجه بقى، فوزنا على الجزيره 10-4. يعني قبل النهائي ونهائي في كره الماء الحقيقه اداء رائع، اداء يعني لا تتخيله. طبعا لازم نقول طبعا الجهاز اللي بيقود الفريق كابتن وليد عزت مدير فني، كابتن توفيق حماد مدرب، كابتن سيف ممدوح مدير اداري، وكابتن سامح العشري المدير الاداري للقطاع التعليمي، وكابتن خالد بن عيسى محلل الاداء، والدكتور احمد اكرم اخصائي تاهيل، والدكتور احمد الحفناوي الاخصائي النفسي، والدكتور الحسن محمد طبيب الفريق،